النبي يقول إن الله خلق الرحمة وقسمها 100 جزء. خلق الرحمة يبقى دي رحمة مخلوقة، يبقى إنما يقول برحمتك أستغيث بيستغيث بمخلوق، يبقى الاستغاثة بالمخلوق ليس شركا، وإلا يبقى يحتاج الوهابي يروح يعلم النبي التوحيد، وبئس وحشاه، بئس للوهابي وحشا للنبي. والفقر قلنا حالة قلبية تسيطر على قلب العبد بغض النظر عما يملك من حطام الدنيا. ممكن يبقى معاه من حطام الدنيا ما معه مليارات وهو قلبه فقير إلى الله. فليس الفقر المقصود به خواء الجيب واليد من المال، هذا ليس هو مقصد الصوفية من الفقر. مقصد الصوفية في الفقر حالة قلبية، قد تكون ساكن قصر وأنت فقير إلى الله، وآخر يسكن في الكوخ أو في الشارع وهو ليس فقير إلى الله، فقير للدنيا. وبالتالي يبقى الفقر عند الصوفية حالة ممدوحة تتملك القلب. وكان النبي أفقر الخلق إلى الله، فكلما كنت فقيرا إلى الله كنت غنيا بالله. بينهم علاقات، يعني إيه يسموها علاقة إيه مضطردة، يزيد ده يزيد ده، دي يسموها علاقة إيه مضطردة، لأن العلاقات إما مضطردة أو عكسية. لكن علاقة الفقر إلى الله علاقة مضطردة بالغنى بالله، كلما ازددت فقرا إلى الله كلما ازددت غنى بالله، واضح؟ والنبي كان أفقر الخلق إلى الله وبالتالي كان أغنى الخلق بالله. فكان النبي يتقلب بين أحوال الفقر إلى الله، فيظهر عليه أعراض في الدنيا، إيه يشعر بالجوع ويربط الحجر على بطنه، وأحيان تانية يعني يغلب عليه الغنى بالله فيطعم الجيش الغفير بقليل من الطعام، ويواصل الأيام والليالي ولا يأكل ولا يشرب ولا يشعر بجوع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب بين الفقر إلى الله والغنى بالله ليتحقق بكل المقامات على أعلى مقام صلى الله عليه وسلم. يبقى الفقر حالة قلبية وليست حالة جيبية، مش في جيبك ولا في إيدك، واضح؟ دي حالة في قلبك كده تشعر أنك أنت مفتقر إلى الله في كل شيء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شوف دعوته يقول إيه، لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلق، ما استغنكش عندك رمشة عين، دي شدة الافتقار. يقول برحمتك أستغيث، يعني هو بيستغيث بالرحمة اللي هي أصل النبي، يعني النبي بيستغيث بالرحمة، الرحمة بتستغيث بالرحمة. برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. ومن الرحمة المخلوقة في الأكوان اللي بيها يستمتع الناس بالربوبية والعناية والرعاية هي النبي، واللي احنا أصلا عايشين في 1% منها في الدنيا دي كلها، اللي ظاهر من الرحمة دي 1% بس، يوم الجنة بان بقى 99 الباقيين. فشوف بقى أنت الرحمة اللي هي 1% من رحمة النبي اللي ربنا اداها للنبي، اداله 100 رحمة أظهر من رحمته اللي غرسها في النبي فترة الدنيا 1/100 منها اكتفى بها الخلق جميعا من لدن أبينا، بل قبل خلق أبونا آدم تتناول كل خلق الله، من نعلم ومن لا نعلم، من نرى ومن لا نرى، تشمل العوالم كلها فترة الدنيا، حتى يعني لا يغيب حتى عنها الحيوان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومن هذه الرحمة ترفع الدابة حافرها عن ابنها مخافة أن تصيبه. فيبقى إيه لما بيقول برحمتك أستغيث، يبقى الاستغاثة إيه بالمخلوق واردة في دعاء النبي، خلافا لما عليه الجهلة اللي انت عارفه، لك الاستغاثة بالمخلوق شرك. طب ما الرحمة اللي النبي بيستغيث بها دي رحمة مخلوقة، النبي يقول إن الله خلق الرحمة وقسمها 100 جزء. خلق الرحمة يبقى دي رحمة مخلوقة، يبقى إنما بيقول برحمتك أستغيث بيستغيث بمخلوق، يبقى الاستغاثة بالمخلوق ليس شركا، وإلا يبقى يحتاج الوهابي يروح يعلم النبي التوحيد، وبئس وحشاه، بئس للوهابي وحشا للنبي. فهمت بقى؟ وعلشان كده تعرف قد إيه هذا المذهب متهافت، إيه الكلام يقول لك قواعد كده ويغش الناس بيها ويعيشوا نفسهم في أوهام، وبناء عليها كفروا المسلمين وهم في الحقيقة جهلة، وإيه ولا يستحقوا حتى يبقوا طلاب علم، لأنه عشان تبقى طالب علم لازم تعترف بجهلك الأول عشان تتعلم، هم لا يعترفون، فهم أقل من أنه يبقى طالب علم أصلا. يبقى النبي هو بيقول إيه برحمتك أستغيث، الرحمة بتستغيث بالرحمة،
وعشان كده إلا أن يتغمدن الله برحمته، ولا أنت يا رسول الله يقول إلا أن يتغمدن الله برحمته. يبقى الرحمة اللي هي حقيقة النبي أوسع من بشرية النبي. بشرية النبي دي مظهر من مظهر بسيط من إيه؟ من الرحمة الحقيقية اللي موجودة في الروحانية المحمدية. فالروحانية المحمدية أوسع من البشر المحمدي. فالبشر المحمدي والشخص المحمدي ونعمة هو البشر ونعمة هو الشخص ويعني وهو أكمل الكمال، بل الكمال يوصف به والجمال يوصف به والجلال يوصف به والكمال يوصف به، مش هو يوصف بالكمال، لا. ده احنا بنعرف مقاييس الكمال من النبي ومقاييس الجمال من النبي، هو اللي يحددها، فهمت؟ فإذا كان الحكاية كده في الشخص المحمدي بهذه العظمة، إلا أن الشخص المحمدي يفتقر للروحانية المحمدية الواسعة اللي شملت الأكوان، لأنه جزء من الأكوان. كشخص محمدي وكإنسان محمدي هو جزء من الأكوان، يفتقر للرحمة، واضح؟ وعشان كده إيه يقول لا يدخل أحدكم الجنة إيه إلا أن يتغمد الله برحمته. يقولوا حتى أنت يا رسول الله، بيكلموا مين؟ رسول الله الشخص المحمدي الظاهر بالنبوة أمامهم، يقول حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهمت؟ يبقى عشان تفهم أن الرحمة أوسع من الأشخاص ومن إيه؟ ومن البشر، أوسع من كله. يبقى النبي هو بيستغيث بالمخلوق في دعائه المشهور اللي احنا بنقوله ده، مش كده وبس. هو سيدنا سليمان في سورة النمل مش بيقول إيه؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى سيدنا سليمان بيتوصل بالنبي قبل ما يتولد، أدخلني باقي السبب، باب الوسيلة، دي باقي الوسيلة يعني، وأدخلني بواسطة رحمتك في عبادك الصالحين. يبقى هو الأنبياء نفسهم توسلوا بالنبي في صريح القرآن، فهم؟ قبل أن يولد النبي، لأن النبي قبل أن يولد البشر المحمدي كانت الروحانية المحمدية موجودة سابقة لظهور البشرية. كل هذه الأمور تغيب على كثير من الناس، يعني الأنبياء نفسهم توسلوا بالنبي قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في صريح القرآن، وبنقراها ليل نهار وما بناخدش بالنا من هذه إلا طائف. ليه؟ لأن ما فيش عمق في إيه؟ في القراءة. لو تتدبر شوية إيه؟ تقوم إيه؟ تفهم حاجات كتير. هو الحقيقة المفروض إن الفقر لا ينتهي، تفضل فقير إلى الله من أول ما بتوأوأ وطالع من بطن أمك لحد ما تبقى في الجنة في الفراديس العلى، فقير إلى الله. أهل الجنة في الجنة فقراء إلى الله، ما حدش هيستغنى عن الله لحظة، فهمت؟ فالفقر ده حالة لازمة للعبودية. يبقى من صفات العبودية الافتقار والعجز والجهل، فهمت؟ دي صفات العبودية. يبقى صفات العبودية العجز وإيه؟ والافتقار وإيه؟ والجهل والغفلة، دي صفات العبودية. تغطي صفات العبودية بقى إيه؟ تغطي الجهل إيه؟ بالعلم بالله، وتغطي الغفلة بذكر الله، وتغطي الإيه؟ الفقر بالغنى بالله، فهم؟ وتغطي العجز إيه؟ بالتوكل على الله، لا حول ولا قوة إلا بقوة الله. فإذا تحققت بوصفك غطاك بوصفه، فيقوم يحول عجزك إلى قدرة، ويحول جهلك إلى علم، يحول فقرك إلى غنى، فهم؟ ويحول غفلتك إلى ذكر، ويحول جهلك لعلم، فهمت؟ عشان كده قايل في الإيه؟ في الحكم، تحقق بوصفك يغطيك بوصفه. فكلما تحققت بأوصاف العبودية كلما سترك الله بأوصاف الربوبية، لأنك قائم به، مش أنت قائم به ولا بنفسه، فالربوبية قائمة فيك وجواك وإيه؟ وبراك، محيطة بك من جميع الجهات، بل أقرب إليك من حبل الوريد، فهمت بقى؟ دي الربوبية. البني آدم اللي يغفل عن عبوديته يدعي الكمال اللي هو شعره من خلال الربوبية اللي هي إيه؟ منبثقة من داخله، فيقول أنا ربكم الأعلى. لأنه غفل عن إيه؟ فنظر إلى الربوبية اللي هي المنبثة فيه القائمة فيه، نسبها لنفسه فكان ظلوم جهول، فقال أنا ربكم الأعلى.
وقال انا اللي غني اتيت على علم عندي. هو الحاجات دي اتيها بالله. فهو لما ايه، لما ظن انها من نفسه بسبب غفلته صار ظلوما جهولا. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لازم الانسان يعرف ان ان الافتقار الى الله لا ينتهي. حتى اهل الجنه في الجنه فقراء الى الله، والانسان في برزخه في قبره فقير الى الله، وهو في الدنيا فقير الى الله، وهو في عالم الذر بينتقل من الاصلاب والارحام جيلا بعد جيل حتى يظهر في الدنيا انسان وبشر سوي، فقير الى الله في كل مراحله. لا ينفك عنه الفقر بالله ابدا طالما هو عبد لله. واضح؟ يعني العبوديه عباره عن مغموسه في الفقر والعجز والجهل وايه والغفله، مغموسه كده فيه. فاذا اعترفت بذلك حررك الله منك فاظهر كماله فيك وبك. عشان كده يقول ما كان من كمال فمن الله ومن نقص فمني، يعني من بشريتي. لكن لو ظهر عليك كمال فمن الله، وهو ايه انعكاس كمال الربوبيه القائمه فيك فيظهرها الله للناس. فالناس يقولوا ما فيش اكمل من كده، والحقيقه هي الرب هو الكامل، ولكن اظهر كماله على مراه وجودك. فهمت هذه المساله كلها؟ يبقى الافتقار الى الله حاله في القلب لا ينفك عنها العبد ابدا. لما كان النبي اعبد الخلق لله كان هو افقر الخلق الى الله، فكان هو العبد الاول والمسلم الاول، اول من يدخل الجنه، اول من يقول بلى يوم لست بربكم. فهمت؟ اول المسلمين، اول العابدين، اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه، اول في كل حاجه. ليه؟ لانه اعبد الخلق لله. فلما جاء علشان يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن حبيبه المصطفى في أرقى مظاهر تجلياته في الدنيا، سبحان الذي أسرى قلبه، قلب نبيه ولا برسوله ولا قلب عبده، لبيان أن الكمال كله فيه كانت في العبودية. فكلما تحققت بعبوديتك كلما رقاك في مقامات ربوبيته سبحانه وتعالى. فهمت؟